بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وساوئهم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 28 من الكتاب 34، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. والخروج في سبيل الله، كثير من الناس تظن أن في سبيل الله لا يكون إلا من أجل قتال العدو. لا، من خرج في طلب الرزق الحلال فهو في سبيل الله حتى يرجع، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، من خرج لصلة الأرحام فهو في سبيل الله حتى يرجع، من خرج في قضاء حوائج المسلمين فهو في سبيل الله حتى يرجع، من خرج في فعل طاعة فهو في سبيل الله حتى يرجع، متوجها إلى مسجد، إلى درس علم، إلى تشيع جنازة، وهكذا. يبقى المسلمين كل حركتهم في سبيل الله، المسلمين الموفقين كل حركتهم في سبيل الله والحمد لله. فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، والجهاد يشمل جهاد النفس وجهاد العدو، وجهاد العدو يسمى جهاد في سبيل الله، وجهاد النفس يسمى جهاد في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 67 بعد 904 آلاف، قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله، أي ما من جرح. الكلم هو الجرح. ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. يبقى كل إصابات العمل كلمة في سبيل الله. واحد يصيبه إصابة عامل بيشتغل في مصنع، أم يتعور في المصنع، عامل بناء بيشتغل على السقالة وقع من فوق السقالة اتكسر وتعور، كل ده كلمة في سبيل الله، لأنه خرج لطلب الرزق الحلال. فإصابات المهنة التي تحدث للناس في أثناء مهنهم كلها كلمة في سبيل الله، طالما مهنة حلال يطلب بها الرزق الحلال. وليس المقصود هو الحرب فقط، يعني ضربة بالسيف أو بالرصاصة، لا، المسلم حياته كلها في سبيل الله. فلازم نفهم أحاديث النبي بالطريقة الواسعة اللي هي تجعلك تحسن الظن بكل الأمة، وتلاقي إن كل أمة النبي دي في خير كبير. يعني حتى لو راجل بقال ماسك سكينة بيقطع الجبنة عشان يبيعها، قامت إيده اتجرحت بالسكين، أو ده كلمة في سبيل الله. شوف قد إيه. أي واحد في عمل وهو قاعد، الفلاح بيزرع وشغال بالفاس، فالفاس وقع على رجله عورها، أو ده كلمة في سبيل الله. وهكذا كل إنسان في مجال عمله، إن كان مجال عمل مباح وفي عمارة للأرض فيجرح، فهذا الجرح في سبيل الله. فهم؟ يبقى الأمر واسع،
بخلاف ما يفهم الحديث بطريقة ضيقة. وسع، تجد ان ربك واسع كريم. ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والشافعية استدلوا بإشارة هذا الحديث أن الشهيد لا شهيد المعركة لا يغسل حتى لا يزال دمه. استدل الشافعية أن شهيد المعركة مش مجروح العمل بقى، لا، شهيد المعركة في الحرب لا يغسل ويكفن في ثوبه الذي مات فيه ويدفن على هيئته ولا يصلى عليه. ده مذهب الشافعية في شهيد المعركة. لكن المالكية عندهم عادي، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ما فيش مشكلة، ويبدأ يوم القيامة إن شاء الله هيرجع له دمه تاني كما هو على جرحه. واضح؟ والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. يعني النبي بيحلف أنه لولا أنه هو لا يريد أن يشق على المسلمين يخرجوا معه في كل سرية لكان خرج هو نفسه بكل سرية. لكن ده يشق على الناس، لأن لو وجدوا النبي خارج هيخرجوا كلهم معه. والكفاية تحدث في السرايا بعدد بسيط، فالنبي لذلك لم يخرج تخفيفا على الناس. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وهنا استدل العلماء على جواز تمني ما لم يحدث عادة إن كان في الخير، جواز تمني ما لا يحدث عادة إن كان في الخير. يعني واحد يمر على جبل كده يقول يا سلام لو الجبل ده كان ذهب عندي أنفقته في سبيل الله، أو ده تمني ما لم يحدث عادة، فاهم؟ فيجوز ذلك، وربنا يعطيه على نيته. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته. يبقى النية مهمة، النية مهمة. لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته. يبقى لابد أن الإنسان يوجه نيته في عمله أنه يحصل على الرزق الحلال وينفع المسلمين بجهده وينفع نفسه ويكف أهله عن المسألة. بقت خروج ده عبادة، مش خارج عشان يجمع الرزق علشان يتكثر به أمام الناس ويتعالى به أمام الناس بغناه أو ينافس الآخرين في الثروة. زي بعض رجال الأعمال قاعدين ينافسوا بعض في الثروة، ده عنده مليار، لا أنا عايز أبقى عندي مليار زيه. بقت أصبح الجهد من أجل المنافسة على دنيا مش من أجل الله، فاهم؟ فالإنسان لازم ياخد باله، لأن الشيطان يأتي للإنسان في العمل الصالح يسلبه النية الصالحة. الشيطان كده، دي مشكلة الشيطان، لأنه ده العدو الحقيقي. فلابد أنك أنت تأخذ بالك من أن النية لابد أن تكون صالحة، وألا يسلبها منك الشيطان بأن يزين لك أمور دنيوية وأنت سوف تفارق الدنيا. فاجعل نيتك للآخرة. قال تكفل
كفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. لأن الله عند ظن العبد، فإذا ظننت أن الله يأجرك على هذا العمل وفعلته من أجل هذا الظن، ربنا لا يخيب ظنك، يدي لك الأجر، لأن الله عند ظن العبد، ولا يخيب رجاء من رجاه سبحانه وتعالى. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. دي جملة اعتراضية كده النبي قالها، يعني والله أعلم يعني مطلع على النوايا، يبقى مش أي واحد هيجرح بقى خلاص، لا، لازم يكون نيتك في سبيل الله عشان ياخد هذا الثواب. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، يعني يسيل وينزف، يثعب يعني يسيل وينزف، وجرحه يثعب، اللون لون دم، والريح ريح مسك. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل كلم يكلمه المسلم، يعني كل جرح يجرحه المسلم في سبيل الله، ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون دم، والعرف عرف المسك، والعرف يعني الرائحة، والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحمله، لأنه لو خرج هيخرج معه كتير وهو لا يجد انه ايه يحمل كل اللي هيخرج معي، لا اجد ساعة فاحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني، وهم انفسهم لا يجدوا ساعة ايه فيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطيب انفسهم ان يقعدوا بعدي، وفي نفس الوقت لو قعدوا وهم ايه وانا تارك المدينة وخارج في الغزو لا تستريح نفوسهم، حيث انها كانت لا تطيب نفوسهم الا بايه بالنظر للنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة خلفه والمعيشة معه وفي كنفه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم. وهذا يدلك على أن النبي قد يترك الأفضل من أجل إيه من أجل أمر آخر، يبقى الترك لا يدل مطلقا على ترك الأفضل، بل أحيانا النبي يترك الأفضل من أجل عدم المشقة على الناس. فالأفضل مثلا في صلاة العشاء أن تصلى عند ثلث الليل أو عند منتصف الليل، ولكن النبي يصليها في أول وقتها
وقال كده: لولا ان اشق على امتي لصليت العشاء عند ثلث الليل، هذا وقتها، الا اني خفت ان اشق على امتي. الناس تسهر بقى وتتعب، فاهم؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. كل ده ترك هذا الامر من اجل ايه؟ بالرغم انه الافضل السواك عند كل صلاه، يبقى ترك الافضل من اجل ايه؟ عدم المشقه، صلى الله عليه واله وسلم. يبقى الترك لا يدل على النهي ولا يدل على انه ايه؟ ترك المكروه. تركه لا يدل على كراهه المتروك ولا يدل على حرمه المتروك، لكن الترك يحتاج الى فهم. واضح؟ غاية ما يدل عليه الترك جواز الترك. واضح؟ وعنه به قال: بخلاف طبعا الوهابية والسلفية، كل حاجة تركها النبي تبقى عندهم معناه نهي، وأي واحد يعمل حاجة تركها النبي تبقى بدعة ضلالة في النار، حتى ولو كان ذكر، حتى لو كان طاعة. فهمت ازاي؟ ده خطأ. تعميم الترك على أنه منهي عنه هذا خطأ كبير. ليس كل ما تركه النبي منهي عنه، فقد ترك جمع المصحف، وترك بناء المدارس للتعليم بالرغم انه امر بالتعليم، ترك اشياء كثيره لعدم الحاجه اليها في عصره، فلما احتاجها المسلمون فعلوها وان كان النبي تركها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارادها ولم يفعلها لانها لعدم الحاجه اليها. فلا بد ان نفهم مساله الترك مساله جيده، لسوء فهم كثير من المعاصرين في مساله الترك، والله اعلم. وننصح بقراءه رساله لطيفه للسيد عبد الله الصديق الغماري وهي مطبوعه: حسن الدرك في مساله الترك. واخد بالك؟ دي موجوده مطبوعه، فيبحث فيها ايه احكام الترك. لانه خد بالك ان ربنا قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. طب وما ترك؟ ما تكلمتش الايه على ما ترك، ده الايه تكلمت على الذي امر به والذي نهى عنه. طب وفي حاجه بقى تركها، ايه حكمها؟ دي مساله عايزه بحث بقى. فهمت بقى؟ علشان كده لازم ناخد بالنا من هذه المساله، وقل من نبه على ذلك. وعن ابي قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله: ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، نحن وأحبابنا وسائر المسلمين. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد. يعني ما حدش مات ويحب يرجع للدنيا أبدا، حتى ولو ربنا هيرجعه الدنيا ويخليه مالك فيه، يملك الدنيا وما فيه. الموت راحة، راحة للمؤمن وراحة للكافر. فاهم؟ لأن لو لم تصدق أنه راحة للكافر، اقرأ قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إيه؟ إثما. يبقى حياة الكافر كلما ازدادت زاد إثما، فزاد عقوبة، وبالتالي يبقى الموت رحلة. طب والمؤمن؟ والمؤمن وما عند الله خير للأبرار، فلما يجد ما عند الله لا يتمنى أن يرجع للدنيا مرة أخرى، خلاص، حتى لو هيديله الدنيا وما فيها، يقول له: لا، ما عندك أفضل. إلا الشهيد بس اللي ممكن يتمنى يرجع تاني عشان يستشهد تاني. يبقى الشهيد بس اللي ممكن يتمنى انه يرجع تاني حتى يستشهد تاني من عظم ما رأى من فضل الله.
إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا، مش يرجع للدنيا عشان الدنيا، لا ده يرجع للدنيا عشان يفارقها، يبقى عايز يرجع للدنيا عشان يفارقها، مش يرجع للدنيا عشان الدنيا، لا يرجع لها لفراقها، لما يرى من فضل الشهادة. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وعشر مرات هنا مش المقصود بها العدد، يعني أعداد كثيرة، يبقى مش مقصود بها ايه تحديد العدد بقدر ما هو التكثير. وعن أبي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه 2 أو 3، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. يعني لو واحد صائم على طول، قائم على طول، تالي للقرآن على طول، لا يستريح، ما ياخدش ثواب قد المجاهد في سبيل الله ورايح وراجع. شوف قد ايه، فده دليل ان المجاهد في سبيل الله نومه عبادة، واكله عبادة، وشربه عبادة، وحركته عبادة، يعني هو في ذكر طول مدة ايه اقامته في سبيل الله. فبشرى للذين يجاهدون في سبيل الله، فنسأل الله ان يجعلنا منهم ومعهم. في سبيل الله ان تبقى القتال الاعداء، قتال اعداء المسلمين. ويدخل فيها على فكرة الذين يقاتلون اهل البغي والذين يخيفون المسلمين في طرقهم كالشرطة وغيرها، لانهم يؤمنون للناس طرقهم، فياخدوا نفس الثواب. يعني الشرطي اللي قاعد يحرس طول الليل كده عشان الناس تنام مطمئنة امنة، هو في سبيل الله ياخد ثواب القائم الصائم التالي القرآن. جنود الحراسة كل دول ياخدوا هذا الثواب، ليه؟ لانهم يؤمنون الناس في طرقهم. وعن ابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية، كلهم عن سهيل بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال: حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. يعني عنده سقي الحاج دي أعلى عمل في الإسلام بعد الإسلام، مجموعة أنا بتتناقش يعني. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. يعني أعمره إما بناء أو ذكرا وعبادة فيه. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله. وعن أبي قال: وحدثنيه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي
قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية قال أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي توبة. باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. والغدوة هو الذهاب في أول النهار، والروحة هي العودة في آخر النهار. وعن أبي قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها تفنى، وثواب الغدوة والروحة لا يفنى، فهي خير من الدنيا وما فيها بالفعل حقيقة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. زي برضو اللي رايح مثلا يصلي الفجر في الجامع، هذه غدوة في سبيل الله، واللي رايح يصلي العصر في الجامع، واللي رايح يصلي المغرب في الجامع، واللي رايح يصلي العشاء في الجامع، هذه روحة في سبيل الله. يبقى ما كان الذهاب في المساجد، واللي رايح إلى كليته يتعلم علم ينفع نفسه وينفع المسلمين في سبيل الله، واللي رايح عشان يتاجر تجارة في سبيل الله وهو صدوق أمين لا يغش الناس ولا يغلي الأسعار فهو في سبيل الله، وهكذا. والطبيب الذاهب ليعالج المرضى، والمهندس الخارج ليعمر الأرض، والزارع الخارج علشان يزرع أرضه حتى يطعم الناس، والخباز اللي خارج علشان يخبز للناس يأكله، وهكذا. كل بقى من يعمل عمل يستفيد به المسلمين، كل ده في سبيل الله، حتى تعلم أن أمة النبي تسير في الجنة وهي في دنيا، يعني يسير في طاعة الله ليل نهار أمة النبي، فهي أفضل أمة وخير أمة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن ذكوان ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن رجالا من أمتي، وساق الحديث وقال فيه ولا روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر وإسحاق، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا المقرئ عبد الله ابن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل ابن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاذ قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح قال كل واحد منهما حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه. سيدنا أبا أيوب الأنصاري مدفون فين؟ في اسطنبول، مش كده برضو؟ على مشارف اسطنبول في تركيا، له قبر كبير ومسجد كبير يزار هناك في اسطنبول. أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد النبي وجبت له الجنة. نشهدك يا ربي أننا نرضى بذلك. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله حتى يتوفانا ونحن على أكمل حال من الإيمان والإسلام والإحسان، وأن يلحقنا بالصالحين على خير حال. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.